وعلى أبصارهم غشاوة توضع يقال للرؤية الليلية، لكنها كذلك لتشويه الحقائق، فالواحد منهم لا يرى إلا ما يملى عليه من أسياده. كذلك سمعهم توضع عليه الوقر لحجب صوت الحق وذكر الله حتى لا يلج إلى نفوسهم، حتى لا يجادلوا أنفسهم فيندمون، والله أعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فعل الله تعالى هنا بالختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم إنما هو فعل قدري، فليس الشر إليه سبحانه وتعالى. ومن يقوم بزرع تلك الأجهزة هم شياطين، والله أعلم. لكن الله قد قدر قضى هذا القضاء بعد أن يخير المرء من الإنس والجن بين أحد النجدين، إما سبيل الخير أو سبيل الشر، والله أعلم. انظر قصة هاروت وماروت وتحذيرهما من يريد أن يكفر بتعلم السحر، والله أعلم. فصل. قوله تعالى وإنهم عن السمع لمعزولون، كما قلنا سابقا، أي نحاه عنهم بعد أن كانوا يملكون تلك الحاسة. فصل. في القول بأن بعض الرقاة يقولون أن الجن إذا قرأت عليه القرآن احترق، إن القرآن في حد ذاته رحمة لا يحرق، لكن الذي يحرق الجني أو بالأحرى الشياطين الذين اشتروا عرضا من الدنيا بالآخرة هو تلك الأمور التي توضع في آذانهم من وقر، وعلى أبصارهم من غشاوة، وعلى قلوبهم من أكنة وأقفال، فتفرز مادة سمية محرقة تؤذي الشيطان عند حضوره لما فيه ذكر الله تعالى، فيخنس قبل أن يحترق من تلك المواد التي تؤذيه، حتى لا يغفل عن الخنوس عند سماع ذكر الله تعالى، حتى لا تراوده نفسه ويندم ويحاول العودة إلى الجادة، إلى طريق الجادة وإلى سبيل الحق. فهم بسبب ذلك لا يرجعون إلا من أكره. وهذه التكنولوجيا تستعمل النانو تكنولوجيا، وهي عبارة عن عقول إلكترونية متناهية الصغر مبرمجة على الكفر وعلى حرق الشيطان، إذا حاول الإنصات إلى صوت الحق وذكر الله تعالى فتسبب له الهروب والخنوس، فأجسامهم تعج بالنانيت والنانو تكنولوجي، والله أعلم. وهذا كله مقابل عرض يصيبونه من الحياة الدنيا وليس لهم في الآخرة من خلاق. ومنه قوله تعالى في سورة الكهف الآية 101 الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. سبحان الله. هناك مشهد لصورة لأحد الرمادين وجد في أحد المزارع في أمريكا وقد اشتعل جسده واحترق بسبب جسيمات صغيرة التي يعج بها من النانيت. وجد كذلك في أحد الصحاري الأمريكية رمادي قد اشتعل جسده فجأة وتفحم بسبب الملايين من الجسيمات التي هي موجودة ومبرمجة على قتله، واشتعل ربما لأنه خالف أوامر أحد أسياده، ومن بين تلك المخالفات ربما الإيمان بالله تعالى والإنابة ومحاولة الإنابة والرجوع إليه. فصل. سورة فصلت الآية 44 والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرت آذانهم ثقلت أو ذهب سمعه كله وصمت آذانهم فهي موقرة. هذا وصف دقيق لهذه الهويات التي هي صماء وليس كما يقال تسمع، لكن إعراضها عن الحق يجعلها في خانة الذين لا يسمعون. وهو عليهم عمى، وهو تعود على الشيء الذي يوضع على أعينهم منذ الولادة لبعضهم، وهو عليهم عمى أن يعيقهم على النظر العادي، والله أعلم. أولئك ينادون من مكان بعيد، ينادون من مواضع بعيدة في أعماق الفضاء، فهو حتما والله أعلم ليس من الأرض، أو هو من كواكب كما يشاع عن أن الرماديين يتلقون باستقبال الأفكار في سريرتهم أو أوامر لحكامهم الكبار أو حاكمهم الأكبر.